مقابل الأربع أسئلة اللي وجهناهم من أول لحظة. قناة العربية وجهت 5 أسئلة على غرار الأربع أسئلة اللي وجهناهم. أسئلة لابد أن تطرح، لأن في الإجابات ربما الحل للغز. من الذي استدرج خاشقجي من واشنطن إلى إسطنبول؟ وهل تم تتبع كل رسائل واتصالات خاشقجي قبل وبعد السفر لتركيا إلى يوم اختفائه؟ من آخر من كان مع خاشقجي؟ فيعني قالت لك من اللي استدرج خاشقجي من الأمريكا لحد ما جابوا ودخلوا السفارة القطرية؟ قصدك دخلوا السفارة السعودية. مين؟ مين اللي استدرج خاشقجي عشان يضحك عليه يخش السفارة السعودية وبعدين يختفي؟ مين الخلبوس ده؟ السؤال الثاني، من آخر من كان مع خاشقجي قبل ذهابه قاصداً للقنصلية السعودية؟ خديجة اللي كانت آخر حاجة مع خاشقجي قبل ما تغادر السفارة، تقريباً مخبيها في شنطتها وتعمل لنا مفاجأة رغم من عيد ميلاده مبارح. مفاجآت خلصت. السؤال الثالث، من كان مع خاشقجي ليلة اختفائه؟ كل ده احنا قاعدين نحوم، احنا بنتكلم خاشقجي اختفى في السفارة، كان سهران مع أي حاج اللي سهروا معاه دول نتيجة السهرة، وهو جوه السفارة كان تأثير السهرة مخطفين. أنا عايز أفهم يعني ما إيه العبقرية، إيه الغباء ده؟ ما أنا بقولك من كتر ما الموضوع مدمر مفيش أي قدرة على حتى سؤال يعني كده يزعزع اليقين يخلي الناس تعيد تفكير. أنا بتكلم عن الناس مش علينا، إحنا من الأعداء اللي وضعنا الخط، إحنا اللي عاملين القصة دي كلها زي ما بيقول إعلام السعودي. حياة المنهار تمام. من أول من وجه الاتهام لقنصلية السعودية؟ الأمن التركي، تركيا. حياة اللي بالصدفة القنصلية تقع على أرضه، واللي بالصدفة خطيبته كلمته، واللي بالصدفة إنه هو اللي شايل الحكاية دي كلها، للأسف تركيا. من الذي انتظر 4 ساعات ليبلغ عن اختفاء خاشقجي؟ كل دول أنا أعتبر البنت دي أشطر من جاب أهلها. العيلة دي كانت فيها نسبة غباء عالي جدا يا جماعة. بنت دي كانت نابهة، كانت منورة وسط إخواتها كده، وخلوها اللحظة دي تاريخية بتاعت الخمس أسئلة دي، هتفضل عار. بص حضرتك، كل إنسان في الدنيا ليه اللي بيحبه وبيه اللي بيكره، فدول هياخدوا الخمس أسئلة دي تفضل عار لحد القبر. يعني لما تخاني مع ابنها وما تودوش الرحلة أقول لها أنا مش هقولك حاجة، أنا هسيبك أنت تفرج على نفسك، يوم مشغل لها الخمس أسئلة تتنرفز وتولع وتشد في شعرها. من أخرج ملصقات بصور خاشقجي فور اختفائه؟ يا جماعة، البنت دي لبستنا في الحيطة، فيش إجابات خالص. احنا لازم نعمل مؤتمر عشان نعرف نجاوب على الأسئلة دي ازاي. دي أسئلة كلها مين اللي ألصق مين المكتبة، مين اللي طبعت البتاع، وايه السيريال نمبر بتاع مكنه التصوير اللي صورت البتاع، وليه الورق كان 40 جرام مش 80 جرام، ومين اللي حط الحواجز على الباب، ومين اللي كل الجبنه، من يا اولاد، يا ناس بقول لك انت هتبقي ايقونه، انت مكانك مش هنا. مكانك فوق مع الايقونات. واخيرا، هل يسمح للطرف السعودي بإجراء لقاء مع الخطيبة المفترضة؟ مش لما الطرف السعودي يشربنا شاي، نخش كلنا نشرب شاي، ياخدنا الفيلا.